موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه دقيقة في السيرة النبوية عنوانها الإشارة بالهجرة. فبعدما تمت بيعة العقبة الثانية بدأت بوادر الأمر بالهجرة تظهر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أوائل ذلك الرؤية في المنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. فذهب وهلي يعني خيالي يعني إلى أنها اليمامة أو هجر. قال: فإذا هي يثرب. فكان هذا أول يعني الإشارة إلى الهجرة إلى المدينة. وفي يوم آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين. سبخة الأرض اللي هي غير قابلة للزراعة، بين لابتين اللي هما الحرتين، الحرتين بتوع المدينة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هي دار الهجرة. فعند ذلك بدأ المسلمون يستعدون للهجرة، وهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ورجع من رجع إلى المدينة ممن كان هاجر إلى أرض الحبشة ليتجهزوا للهجرة إلى يثرب. وهكذا انطلقت وفود المهاجرين من مكة إلى يثرب، وكانت صور البذل والتضحية لأجل دين الله عز وجل من هؤلاء الكرام على ما سيأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.